ألو، السلام عليكم، مساء الخير. كل شيء، أتمنى راكم بخير وعلى خير. رمضان المبارك. يمكن تمنيتوش ليكم من لي الله بدا. راكم لاحظتوا ما كان موالفش بزاف كله في الفيديوهات، ونتمنى تولي فيا، يولي فيا هذا الولف هذا ديال نروح بزاف ديال الفيديوهات ونشارك معكم بزاف ديال الأفكار وبزاف ديال المواضيع وبزاف ما يتقال وما يدار. والمهم بغيت نرجع لكم واحد الفيديو اللي وعدت بزاف غندير، اللي هي الإعلانات في الفيسبوك عن طريق فورمولير بالعربية الاستمارة. هاد الاستمارة يعني كيفاش، شنو النتيجة ديالها في الآخر؟ كتعطينا واحد المعلومات بحال هكا، هي اللي غنوريكم دابايا في واحد الجدول اكسل باش تفهموا انتم يا هاد اللائحة ولا هاد النوع ديال الاعلانات في فيسبوك شنو النتيجة اللي كتعطينا في الاخر. كتعطينا واحد المعلومات على الاشخاص اللي هما كليكاو على الاشهار ديالنا، على الاعلان ديالنا في فيسبوك، وخلاو لينا واحد المجموعه ديال المعلومات بحال هكا. هو قال لكم بان كاع الناس، كاع السميات، هاد النماري ديال التليفون وهاد المدينه هادي، الناس اللي خلاوهم لي، يعني الناس اللي بركوا على الاعلانات اللي وصلوهم اون فوا، هاد الناس هادو مازال ما ولاو زبائن، ما يمكنش نقولوا عليهم زبائن بالفرنسي، باقي غير بروسبي، بركوا على هاد الاعلان ديالي اللي تافيشي عندهم في الفيسبوك ديالهم، كيتحل لهم واحد النموذج عامر بالمعلومات ديالهم، سميه كنيه، نمره التليفون، وفين ساكنين. كيبقى عليهم غير يبركو على تالي سويفون نيكست، وانا كنلقى عندي بحال هاد المعلومات ديالهم. المعلومات مهمين، الا لاحظتوا انايا هنايا خدمت هاد المعلومات هادو، يعني عيطت ليهم الناس اللي الرقم التليفون ديالهم، خديت رونديفوات معاهم. هاد الارقام ديال الهاتف وهاد الناس هادو كيكونوا مهتمين مثلا بالخدمه اللي كان قدام، اللي هي اللي تحدثت عليها عبر الاعلان، اللي صيفطت في الاعلان ولا بالمنتوج ديالي، وبغاو معلومات اخرين زايدين. واغلبيه الحالات كنستعمل هاد الاعلان هذا في شركات ديال الخدمات، ماشي شركة ديال البيع ديال المادة ولا ديال الأغراض ولا ديال البروداكت عامة. ما كنستعملش فيها هاد النوع ديال الإعلانات في الفيسبوك، كنستعملها خصوصا في شركة اللي كتقدم خدمات. مثال شركة كتقدم خدمات ديال جارديناج مثلا، ولا ديال الخدمات المنزلية، ولا شركة اللي كتقدم عندها واحد السيرفيس ديال النجارة، ديال النجار كيصاوب لك الأثاث، كيصاوب لك الصالون. الناس اللي كيكونوا مهتمين بهاد الخدمة هادي وكيوصلهم الإعلان ديالنا، كيبركوا عليه، كيتحل لهم الفورمولير الاستمارة عامرة بالمعلومات ديالهم، كيصيفطوا لنا المعلومات ديالهم، كنتواصلوا بهم، كنتصلوا بهم، وكنشوفوا معاهم شنو نوعية الخدمة اللي كيقلبوا عليها، وكناخدوا معاهم رونديفو، وكنعاودو كندوزو عندهم، نشوفو كنتلاقاو بيهم في دارهم باش ناخدو مثلا العبارات وندويو على الخدمة والديتاي، سواء كنقضيو غرض سواء الغرض ما كيتقدرش. هادي اللي كنت حطيت واحد النهار، وكنت قلت القصة هي واحد الصديق عندي كنعرفو ولا ما نسميه، وهو عنده واحد الحرفة اللي كتخليه يتلاقى بالناس ويدخل عندهم لدارهم ويخدم لهم الخدمة في الدار عندهم. قلت ليه واش عندك صفحة فيسبوك؟ قال لي لا، صوبها في غضون واحد أسبوع، صوبها انفيت الأصدقاء اللي عنده فيها، وجربنا فيها، درنا فيها هذا النوع ديال الإعلان. من مورا ما لونسينا الإعلان ب 48 ساعة بالضبط، جاتنا هاد اللائحة ديال الأرقام هادي، واخا هاد لائحة الأرقام هادي، واتصلنا بهم. ملي اتصلنا بهم لقينا واحد الزبون اللي ولا زبون، واحد الشخص اللي كان طالب واحد الخدمة، الخدمة اللي كان بغا
يخدم واحد لي موبل على قدو كله بشي سبع ديال الطابق، سبعة ديال لي زيطاج، وخدم ليه ديك الخدمة، خدم ليه ديك الخدمة، واخا ما بين قوسين كتعرفوا الخدمة ما بين الأشخاص كنلقى كتعطل في الخلاص وهذا الشيء كامل، ولكن مجموعة القيمة المالية اللي تصارف هو وياه فيها كتعدى واحد 28 ألف درهم، واخا هما كانوا غيمشيو على واحد الخدمة ديال 45 ألف درهم تبارك الله، وفي الآخر اتفقوا على واحد حيدوا شي حاجة وخلاو شي حاجة وبقاو في الآخر على خدمة ديال 28 ألف درهم. هاد الشخص هذا اللي درنا ليه الإعلان كيخدم بحال هاد الخدمة، كيخدم خدمة ديال 100 ألف، ديال 200 ألف، ولكن ما عمره ما جرب الإعلان عبر الفيسبوك، وهاد الخدمة ديال 100 ألف 200 ألف ديما كانوا كيخدمهم مع ناس معرفة وكيعرفوه، خدمة قديمة كيتعرف عليهم معروف كيخدم معاهم ديما، ولكن ما كانش كيظن بأن إعلان عبر الفيسبوك غيجيب ليه زبائن جداد ما كيعرفهمش وغيقدر يخدم معاهم خدامي بهاد القيمة المالية، وهاد الشيء اللي كان جاب الله التيسير وخدم معاه وعجبو الحال، ومرة مرة كيرجع لهاد الطريقة ديال الخدمة ولا ديال الإعلان على الخدمة ديالو باش يجيب زبائن خرام اللي كيتسع ليه الوقت، كيلقى الوقت زمان اللي يقدر يقدم فيها خدمة جديدة لزبائن جداد راه كيلتجأ ليها وكيدير هاد الإعلان. داكشي علاش كنت أنا حطيت واحد البوست في الفيسبوك كتبت فيه كيفاش تقدر دير زبون في 48 ساعة، وكيفاش واحد الصديق حصل على زبون في 48 ساعة، والقيمة المالية ديال الخدمة اللي قدم ليه كترا فايتة 25 ألف درهم. هي هادي، وحنا اليوم غنحاولوا نوريكم كيفاش يمكن لك ديرها. ألور كيف ما شفتو في الحلقات الأخرين كاملين، كندخلوا للبيزنس مانجر ديالنا، جيستيونير دو بوبليسيتي بالضبط. وفي هاد جيستيونير دو بوبليسيتي كنكرييو اشهار كيف ما موالفين، غير هو نوع الاشهار اللي غنختارو غتشوفوه في التيب دوبجيكتيف، كنختار واحد التيب دوبجيكتيف اللي مكتوب هنا بالفرنسي تروسبي. الور ها نتوما غنديرو كريي une nouvelle publicité، يعني créer une campagne. وأول مرحلة كنختاروا فيها لوبجيكتيف ديال هاد الكامبان بوبليسيتير اللي بغينا نحطو. الور كنمشيو للكونسيديراسيون وكنلقاوها تحت النوع ديال جينيراسيون دو بروسبي، كنختاروا جينيراسيون دو بروسبي وكنديروا كونتينيو. اوبتيميزاسيون دو بيدجي لا كومبان ما كنكونوش محتاجينها الا ما كانوش عندنا بزاف ديال لي زونسومب دو بوبليسيتي، نقدر نشرحها ونخصص لها واحد الفيديو اخرى ولا شي حاجه قصيره ما تحتاج زعما فيديو على قدها باش نشرحوا شنو هي. مي حنا نكملوا، كنخليو هاد المراحل كاملين، ميثود دو كونتاكت دي بروسبي، فورمولير انستونتاني، ما كنبدلوش هاد الشيء، كنختاروا الصفحه ديالنا. الكتالوج ما عندناش واحد الكتالوج اللي غندوزو كنخليوه هادي بار ديفو، ما كنختاروهاش، ما عندناش كتالوج. واخا في البودجي كنختارو البودجي كوتيديان كيناسبني انا، 20 دولار هنايا المده يبدا اليوم هذا الديبي، ما نحددش انايا اليوم فين ينتهي ونخليه بحال هكا. لودجونس راكم عارفين لودجونس، نتوما اللي غتعرفوا ان اودجونس كتبداو من واحد المدينه بغيتو تقدموا فيها الخدمه ديالكم، اكثريه في الخدمات شركة خدماتية كتبداو في المدينة ديالكم، حيت كتجي صعيبة شوية نتايا في الدار البيضاء وتخدم في مراكش، خاصك دير بلاصة، خاصك بزاف، خلي الناس ديال مراكش، خليها واحد السيد ترزق الله حتى هو معايا، و لا سيبل هنا راه نتوما اللي كتحددوها، لي سونتر دانتيري بلا ما ندوي لكم عليها، شفتوها معايا في الحلقات اللي دازو. لو بلاسمون حتى هما راه يمكن شفتوهم معايا، سيروا عندكم اوتوماتيك ريكوموندي ولا نتوما اللي كتختاروا شنو بغيتو. غالبا انا كنحيد اودينس نيتورك حيت مازال ما متطور مزيان. الور كنمشي سويفون، عندنا كري لا بوبليسيتي، واخا كونت انستغرام عندنا ما نديرو بيه، ما عندنا ما نديرو بيه.
Alors, créer une publicité, ايه غن كريو لا بوبليسيتي كيف ما شفتو في الفيديوهات السابقه، كتكريو واحد الاشهار، كتحطو الصوره ديالو، كتحطو التكست ديالو، الكلام المكتوب، شنو الخدمه اللي كتقدمو كتحطوها. ولكن اللي كيفرق ما بين الاشهارات الاخرين وهذا النوع ديال الاعلان هذا هو لا كرياسيون ديال الفورمولير، فورمولير انستانتاني، فهمتو؟ في هذه المرحله هذه كنمشيو كنديرو كخيي ان فورمولير. ولاحظوا معايا هذه مرحلة جديدة ما شفناهاش في جميع الحلقات اللي فايتها، وعندنا هنايا واحد نوع ديال الإعلان اللي كيتطلب منا نعمرو واحد المعلومات بارامتر ديال هذه الاستمارة اللي غتوصل لبنادم اللي غتبان ليه في الإشهار. بدلوا لي عطيوها تيتر اخر، فورمولير تيست، انا نسميه تيست بحكم زعما هاد الديمونستراسيون اللي كندير لكم دابا هي في هذه الفيديو هادي. وكندوزو لتاني نقطة، تيب دو فورمولير، واش فوليوم الفي ولا نيفو دانتونسيون الفي. الفرق بيناتهم هو بان هانتوما الى لاحظتو اون فوا غن كليكي على لا دوزيام اوبسيون غتزاد ليا هاد لي باب هادي. انا غن نحيد هاد لوبسيون هادي، ندوز للاولى، هي مشات ايتاب دو ريفيزيون نيفو، ايتاب دو ريفيزيون فوليوم الفي، مشات من ايتاب دو ريفيزيون. شنو معنيتها؟ معنيتها كو الى خليت فوليوم الفي واخا الاشهار ديال الاشهار الاعلان ولا هاد الاستماره اللي غيفتحها غيفتحوها الناس اللي غيوصلهم الاعلان ديالي غيكونوا فيها اربعه ديال المراحل، ولا ثلاثه المراحل غيكونوا فيها، ثلاثه المراحل غتكون فيها الانترودكسيون هي هادي، غتكون فيها الأسئلة اللي هما هادو، وأخيرا غتكون فيها الصفحة الأخيرة اللي هي الشكر ولا ميساج ديال الغوميرسيمون على أنهم عمروا الاستمارة ولا بغاو يمشيو للصفحة ولا الموقع الإلكتروني ديالي. غيكونوا فيها ثلاثة المراحل غيشوفوهم الناس اللي غيبركوا على الإعلان. إلى مشيت حتى زدت هاد نيفو دانتونسيون إلفي، كتزيد المرحلة الرابعة، كتزيد واحد المرحله اللي كيقولها مرحله تاكد المعلومات ديالك واش صحيحه ولا ما صحيحاش. يعني هاد السيد ولا هاد السيده اللي غتحلل الاعلان ديالك غتجي واحد المرحله هنا، المرحله الرابعه، ها هي اللي ريفيو، اللي خصو يتاكد من المعلومات ديالو واش صحاح ولا ما صحاحش، وعادي يدوز للمرحله الاخيره ديال الشكر. واخا الى حيدنا هذه غتمشي لنا المرحله ديال الريفيو، هاي ما كتبقاش المرحلة ديال الريفيو، كتحيد الى بركنا عليها غتزاد الريفيو. هذا هو الفرق ما بين فوليوم الفي ونيفو دانتونسيون الفي. غالبا في فوليوم الفي كنستقطب بزاف ديال الناس، وهاد الناس هادو يمكن ما كياخدوش الوقت باش يفيريفيو المعلومات ديالهم، اللي كتخليه بانك ملي كطيح عندك واحد الفيشي بحال هذا انت اللي كتتصل بالارقام الهاتفيه وكتاكد من صلاحيه ديالهم ولا لا، ولا غير الناس غالطه، ولا الناس ما كانتش على وعي ولا متاكدتش من المعلومات اللي صيفطات ولا اللي بركات. بار كونتر ملي كدير نيفو دانتونسيون الفي كيوليو في اربعه المراحل، الشخص كيتاكد من المعلومات ديالو ويقدر هو يصحح المعلومه ديالو قبل ما يصيفطها لك يبعثها لك. يعني مجموعه الاشخاص اللي عندك نتايا في الاستماره اللي نماريهم غالطين كيكون قل شويه. انا غالبا كنخلي فوليوم الفي حيت عارف انا اللي غنتصل بدوك الناس. ندوزو للمرحله الثانيه اللي خصنا نبارامتري، اللي هي انترو، لانترودكسيون، الصفحه الاولى كاع اللي غتستقبل هذا الشخص هذا اللي غيبرك على الاعلان. عندك اوتيليزي ليماج دو فوتر بوبليسيتي، يعني البوبليسيتي اللي في الجهه ديال جيستيونير بوبليسيتي راه غنرجعوا ليها، ولا هنايا نستعملوا صورة جديدة. دابا هنا أصلا بار ديفو كاينة الصورة ديال الإعلان، ها هي مبروك، هي اللي مختار كأوبسيون، الصورة ديال الإعلان هي اللي غتبان، كتبان في الإعلان وكيبرك الشخص على الإعلان، كتبان ليه في الاستمارة. دابا إلى اختارينا اوتيليزي ليماج امبورتي واختارينا صورة أخرى، اختارينا صورة أخرى بحال هكا، هيا غتبان هنا،
غتكون الصورة في الإعلان، وملي غيبرك غتبان ليه صورة أخرى في الاستمارة. كنظن أنني واضح في هذه النقطة هذه، ماشي شي حاجة اللي هي زعما تشرح مطول. كندوزو للعنوان ديال هذا الإعلان ولا ديال هذه الاستمارة بالضبط. ما هو العنوان؟ العنوان غالبا كيكون واحد الميساج كي اتيري الناس، كيقدر يكون عبارة عن سؤال مثلا، فو شيرشي ان منويزي، يعني نجار، فو شيرشي ان منويزي، نقدر نحطو على عبارة عن سؤال بحال هكا. الوغ نو سوم، ومن بعد كتكتب ليه نو سوم سكو فو ديزيري طواغ كاليتي بخي تخربيق، راكم عارفين والهضرة راه طويلة، تقدروا نتوما تحطوها كيف ما بغيتو نتوما. كنعطي هاد الشيء هذا غير على كمثال، ولكن راه كباركا كل وشنو غيكون كيقدم كخدمة وكسيرفيس، يعني ماشي بالضرورة يلتزم بهادشي اللي انا كندير. مي العنوان عندك هو واحد ديسكريبتيف، سوا باراغراف سوا ليست، يعني عبارة عن نقط، فهمتي؟ إلا مشينا في باراغراف كيبقى باراغراف، إلا كانوا ليست بحال كتحط لي كاركتيريستيك لي كاركتير ديالك. كنساليو من المرحلة الثانية لانتخودكسيون، كندوزو للكيسيون اللي هي المرحلة الثانية. فهمتي؟ هما بار ديفو هما عاطينا ايميل وفول نيم. هاد الايميل فول نيم هما هادو لتحت، واخا نقدروا نحيوهم بحال هكا. شوزيتي لو تيب دانفورماسيون دون فو زافي بيزوان، كنختار انانيت ايميل، كنختار انانيت فون نمبر نمرة التليفون ديالو، كنختارو فول نيم يعني السمية والكنية، فول نيم السمية والكنية. نقدر نختار لاست نيم فيرست نيم، يعني سميتو كنيتو بوحدها مفرقين. نقدر نحول الاماكن ديال هاد المعلومات هادو باش نحطهم بحال هكا. نقدر اخيرا نزيد كاع الى بغيت سيتي ولا كونتري ولا بوست كي، نديرو سيتي المدينة باش نحدد بالضبط. كتر الا كنت غنلونسي الاعلان على الصعيد الوطني، هذا غيجيني من مكناس، هذا غيجيني من الرباط، هذا غيجيني من فاس، كل ملي غيجي غيتحدد لي انا المكان في المدينة اللي جاي منها. ومن غير هاد الاسئلة هادو عندنا اسئلة اخرى اللي قدو يجيو غتلقاوهم الفوق، اللي هما اجوتي اون كيسيون. عندنا بزاف ديال لي زوبسيون، شوا مولتيبل. شوا مولتيبل يعني غنعطيك سؤال وغنقول لك واش وي ولا، غنقول لك مثلا هاد الاشارات ولا هاد الطريقه، هاد نوع الاعلان كيستعملوه بزاف صحاب العقار باش كيشدوا لي رونديفو مع الناس باش يديروا ليهم فيزيت ا دوميسيل ديال الفيلا ديال البارطمان ديال داكشي اللي بغاو يبيعوا ليهم. وكيطرحوا لهم quel type de bien désirez-vous acquérir, désirez-vous, bon bref, désirez-vous, ou quel hattuk appartement, ajouter villa, maison, maison individuelle, bon bref, كندلك هاد الطريقه هادي، يعني نتوما هانتوما كيبانوا لكم الاختيارات، وهاد الاختيارات غيبانوا لكم من بعد في اللائحه ديال المعلومات اللي غتخرج هنا. غتزاد واحد لا كولون فيها هاد المعلومات هادو اللي كندويو عليها، واخا عندكم هادي هي النوع الاول ديال الكيسيون بيرسوناليزي اللي يمكن لكم تزيد، هي هادي كيل تيب، فهمتي؟ تقدروا تخدموا بها. كاين النوع الثاني عاوتاني تنزيدو ريبونس كورت، يعني كتعطيه هو لا ما، كتعطيه هو يكتب داكشي اللي بغا، جواب قصير. كطرح السؤال كيسيون، وقتاش عرفتينا من الاخر مثلا، السؤال اللي بغيتو كتب نيمبورت كوا، هذا واحد ميساج لورين اكسيون، كطرح عليه السؤال كيسيون وكتخليه هو يجاوب على السؤال باش ما بغا. انت ماشي كتقيدو بواحد لي شوا ديالك نتايا اللي كتعطيهم. كاين نوع عاوتاني الثالث كونديسيونيل، كونديسيونيل شويه كومبليكي، مي المغزى موراه هو
كطرح سؤال وكتعطيه جواب، وداك الجواب اللي كيختار هو كيفتح الباب لجوج اختيارات اخرى. الى جاوب، الى اختار الاختيار الثاني كيفتح ليه الباب لجوج اخرين كيوليو اربعة في الاخر. مهم سي على حسب شنو غيختار في الاول، شنو غيبان ليه. هادشي كيتقاد بعدا في شي اكسل، عاد كتجي تحطو نتايا هنايا باش فيسبوك يعرف شنو يختار. الى اختار الاولاني كيبقى يدوزو واحد المجموعه ديال الاسئله، داكشي كونديسيونيل كيف ما كيقولوا. كل جواب كيفتح الباب لمجموعه ديال الاسئله اخرين، عاوتاني كتجاوب كيفتح لك الباب عاوتاني لاجوبه اخرين، وانت كتبقى غادي حتى كتجمع واحد المجموعه ديال الاجوبه نتايا كتوصل بهم. هذا هو اختيار ديال كيسيون كونديسيونيل. وكاين في الاخر كاع دوموند دو رونديفو، على اساس الواحد الا بغيتي انت تاخذ رونديفو غالبا عاوتاني هاد رونديفو فايت تخدمنا به مع الناس اللي كيديروا باغ اكزومبل الكينيزي ثيرابي. داكور، كابيني ديال الكيني كيلونسي واحد الاشهار، وهو من الاشهار ديالو كياخد الناس اللي كيوصلهم الاعلان كياخذوا رونديفو في واحد الاوقات محدده من اليوم قاضي الغرض. كابيني والدكتور كيجيهم داكشي مقاد، السيد فلان فلاني نمرة التليفون الرونديفو في تل ساعة هي اللي بقات خاوية. كابيني كيتصل كيأكد كيكونفيرمي الرونديفو وقاضي غرض. هذا هي النوع الرابع في هاد لي كيسيون بيرسوناليزي. انا غالبا بزاف اللي خدمت معاهم ولا خدمت ليا انا نيت كنخدم بالاسئله اللي كاينين في الاول، كنخلي غير هاد الشيء اللي هو نايم سميه الكنيه نمره التليفون المدينه، وكنزيد ديسكريبتيف. الديسكريبتيف كنقول ليه سي زانفورماسيون لا سي زانفورماسيون سيغون اوتيليزي بو بروند كونتاكت باش نتصلوا بيك عما قريب. واخا بحال هكا ما كنزيدش عليها، كيقدر يكون كاع الميساج شويه قليل على هادشي، انا راه طولت الهضره. وكنساليو المرحله الثالثه ديال الاسئله، كندوزو دابا الكونفيدونسياليتي. الكونفيدونسياليتي فيسبوك كتفرض علينا ومبزز علينا نعطيو واحد ليان او ار ال ديال لا بوليتيك، السياسه ديال الخصوصيه. علاش؟ راكم عارفين الصداع ديال المعلومات الخاصه لي دوني ا كاركتير بيرسونيل. كيطلبوا منا غالبا نحطوا واحد اللين هنايا، هاد اللين هذا نورمالمون خاصكم تجيبوه كيكون في السيت عندكم، اي سيت في العالم كيكون فيه هاد، ضروري يكون فيه هاد البوليتيك دو كونفيدونسياليتي. بحال هكا مثلا تمشي عند هذا، هاي بريفيسي بوليسي، اي سيت اخر دخلتوا ليه غتلقاو في الاخر ديالو البوليتيك دو كونفيدونسياليتي، ميمكنش ما يكونش فيه. حتى فيسبوك فيه، جوجل فيه، اي سيت في العالم فيه هاد السيت، فيه هاد النقطه هادي. انا شنو كنقترح على الناس اللي بعض المرات ما كيكونش عندهم موقع الكتروني فيه هاد البيان هذا، اللي يحطوا فيه هاد المعلومات، ها شنو غنديروا بوليتيك دو كونفيدونسياليتي شنو كيكون فيها. كنكون كنشرح للناس ها شنو غندير بالمعلومات ديالك، راه غنستعملها لهاد الغرض باش نكونتاكتيك، راه ما كنبيعهاش، راه غنحتفظ بها واحد المده، ها فين محتفظ بها، شكون اللي مكلف بها. وطبعا هاد النقطه هادي راه مقننه في المغرب، مقننه بلا ما نرجع لكم هاد النقطه. عارف بزاف راه ما رديش البال هاد الشيء، نقدر نزيد نديرها لكم نوضحها لكم في شي فيديو ولا في شي مقطع ستوري خفيف. مي شنو هو الحل لهاد الليان هاد؟ الحل انا شنو كندير، كنمشي ناخذ واحد الباج، واخا كناخذ الليان ديالها بحال هكا، وكنجي كنحطو في الليان بحال هكا صافي. تكست كندير بوليتيك كونفيدونسياليتي، هادي تكون لي كنقول بها فيسبوك. نتمناو ما يزيدوش يزيروا لدرجه بانهم يقلبوا من مورانا ويلقاو بحال هاد الامور هذا، وتيقوني الا غي ضربوا لنا الكود. كنساليو من البوليتيك دو كونفيدونسياليتي وكنمشيو للميساج دو فان. الميساج دو فان راه كيف ما شفتو، ثانك يو، يو ار اول سيت، يعني قلتي كل شيء. انا كنكتب ميرسي دو نوز افوار كونتاكتي دو نوز افوار اونفويي فو انفورماسيون. وفي ديسكريبسيون كنقول لهم
غنكونتاكتيكم عما قريب ان شاء الله. ترقبوا ولا تسناو الكونتاكت ديالنا باش نوضحوا معكم شي معلومات، ناخذ معكم رونديفو ولا شي حاجه. عندنا واحد البوطون في الاخر واخا اللي فيه فيو ويب سايت، كيقول لك سوا افيشي سوا تيليشارجي سوا ابلي. انا كنخلي افيشي لو سيت ويب وكنصيفطهم جينيرالمون، كنقول لهم فوا لا باج بحال هكا، فوا لا باج، وكنصيفط الناس للصفحه حيت هما وصلهم غير الاعلان ديال الشركه ديالي عبر الصفحه اللي انا مستعمل، يعني وصلهم غير الاعلان. كنبغيهم يمشيو للصفحه ويخلي لايكيو الباج باغ اكزومبل، يشوفوا شي منتوج شي خدمه، ولا يخليو شي نقطه، يخليو شي كومونتير في شي بوبليكاسيون كاينه كتستافد منها. كنضمن ان هادو هما المراحل الخمسه، يعني انترو تيب دو فورمولير، انترو كيسيون كونفيدونساليتي و فان. دابا في البارامتر كاينه واحد جوج نقط اللي كنفضلهم حتى انا. انا بعدا كدير اللغه اللي بغيتي وكنرجع ندير هنايا اوفغيغ ريستخان. شنو هي؟ هي بان هاد الاعلان ديالك الى وصلني انا وبغيت نعطيه الاخ ديالي مثلا، نصيفطو ليه نبارطاجيه معاه، ما غيتحلش عند الاخ ديالي حيت ريستخان. ولكن الا درتو اوفغيغ يقدر يوصلني الاعلان ديالي انا ليا انا يوصلني الاعلان بريك على الاستماره تحل ونبارطاجيها للاخ ديالي، حتى هو يكون مهتم بالخدمه غيقدر يحل الاعلان يحل الاستماره ويخلي المعلومه ديالو. الا درت غير استخا ما غيقدرش. يعني انا كنفضل نخليها اوفغيغ وكنكون ساليت مع الباراميتراج ديال هاد الامور كامل. نون دي شام ماشي شي حاجه، الا بغيت غير نزيد شي معلومه هنايا اللي كتخص هاد البلايص هادو، شنو كيكون مكتوب لداخل، فهمتي؟ هما هادو. والنقطة الأخرى بارامتر، هادو سي بارامتر ديال السويفي. إلا كان عندي واحد السيرين حتى نقدر نوضح لكم هاد المعلومة شوية، معلومات أفونسي شوية كتقدروا تعطيوهم هنايا باش توصلوا لواحد المعلومات يفيدوكم، يفيدو التتبع ديالكم لهادوك الناس اللي غيدركو على الإعلان ديالكم. كنظن بأن ساليت من بارامتراج formulaire de test ou qu'un délo publié. Alors publié, votre formulaire a été ajouté. Ça fait, on a sali na mon formulaire. Mon mora ma sali na mon formulaire, rakout lekom karjou ou kan gaddou l'ishar dien. Hada wa l'ishar, rakan ktibou had le texte hana ya. Alors, vous avez besoin de service travaux de peinture, travaux de menuiserie, travaux de jardinage, هاد الامور. Vous avez besoin de travaux de menuiserie par سؤال remplissez la veuille remplir ce formulaire tout simplement. كان اجوتي واحد التيتر هنايا كيبان من تحت هنا، واخا واحد الميساج اللي غيقدر يوضح شنو علاش كنقلب، واخا ديسكريبتيف حتى هو. خليو النمره ديال التليفون ديالكم مثلا، ما تنساوش، فهمتوا؟ ما علاش لا ما نخليوش النمره ديال التليفون ديسكريبتيف، نقدروا نخليو حتى المعلومات اخرى راه هي كتبان من تحت الى بان لكم هنايا. ليان دافيشاج و سانسكريغ، كنخلي سانسكريغ ولا ريزيرفي ولا سابوني ولا بروفيتي دو لوفر، فهمتي؟ بروفيتي دو لوفر اكثر هي اللي كنت داير هنايا واحد ريدكسيون. تخيلوا معايا كنت كاتب هنايا ريدكسيون موان 30%، اللي كنت كاتبها هي بانت هنا ريدكسيون موان 30% وحداها بروفيتي دو لوفر. ثقوا بيا الى الناس اللي غيوصلوا لهم هاد الفورمولير غيبركوا، اكثر هي اللي كانت الصوره كتحمل هاد ريدكسيون موان 30%. الناس غاديين يبركوا على الاعلان ديالكم وغير توصلوا بالمعلومات، وهادشي تيستيتو في بزاف ديال المجالات، بزاف ديال المجالات خدمت هكا مع ناس وتوصلنا بالماري ديال التليفون واتصلنا بالناس وقضينا معاهم غرض. بلا ما نذكركم بان في الاخر هنايا كنقدروا نبركوا، كنديروا اونفوي نوتيفيكاسيون على فيسبوك وكتوصلوا بها في الهاتف ديالكم، واخا في الهاتف ديالكم من بعد كتقدروا واش غنقول لكم
تفتحها تشوف انت كيفاش توصلتو به، كيفاش الفورمولير والاستمارة غيكون على شكل، كيفاش دايرة، على اي شكل دايرة، وكتكون عندكم نظرة مسبقة على خدمتكم. دابا السؤال المطروح، انا بركت على بوبليي لونسيت اعلان ديالي، بداو الناس كيبركوا على الاعلان وكيعمروا الاستمارة، فين غنلقى هذه المعلومات هذه؟ هذه هي اخر نقطة، قبل اخر نقطة، باش نلقى هذه المعلومات سهل، خاصك تمشي للصفحة، واخا سير للصفحة اللي صوبتي بها الإعلان ديالك، كتمشي لأوتي دو بوبليكاسيون، ها هو أوتي دو بوبليكاسيون، كتلقى واحد المنيو عاوتاني، في هاد المنيو كتقلب على بيبليوتيك دو فورمولير، شي شوية تقلب البيسي. ها هو كنمشيو لبيبليوتيك دو فورمولير، في بيبليوتيك دو فورمولير الى عقلتو على العنوان اللي درت قبيله هو فورمولير تيست، ها هو فورمولير تيست، واخا كديرو داونلود، ها هي داونلود تيليشارجي، كتيليشارجي وتقدر ديرو ابيرسو وتشوفو المعلومات اللي جاو، زعما كيفاش مصاوب، ها هما سويفا، هذا هو الفورمولير بحال هكا غيتحل، ها هو فو شيرشي انون، نديرو سويفا اونفوايي، ها هي غتولي واحد هنا، هانتوما شوفوا انا غنعاود نحل الصفحة وغتولي واحد، حيت انا عمرت ديك الاستمارة بالمعلومات ديالي. وباش زوينة هاد الاستمارة ملي كيبرك عليها الشخص اللي كيطلع عليه الاعلان، ها هي واحد كيلقى المعلومات ديالو معامرين، ما كيجلسش هو يكتبهم، لا كيلقاهم معامرين، فيسبوك هزاتهم من البروفيل وحطاتهم، كدير دونلود وكتليشارجي باغ بيريود، وانت ديما كدير دوبوي كرياسيون تيليشارجي، اللي عنده اليوس اس في واللي عنده الويندوز الاكسل، حتى لو كان عندك الاكسل في الابل تيليشارجي اكسل، كتليشارجي هاد الملف هذا ولا الاخر، انا نوريكم المعلومات ديالي غيكونوا مكتوبين في هذا الاستمارة، فورمولير دو تيست ها هو، وها الميل، ها النمرة ديال التليفون، ها السمية كنية، ها الميل، ها المدينة، ها النمرة ديال التليفون، صافي واضح، الى ما فهمتوش عاودوا رجعوا الفيديو شوفوا منين جبتها. كاينه واحد الطريقه عاوتاني باش تخليو هاد الفورمولير هذا، هذا هادشي اللي وريتكم دابا بالناس المبتدئين، كاين واحد الطريقه للناس اللي شويه انترميديير، واخا وتسمحوا لي عليها، كنستعملوا واحد الموقع سميتو زابير، هذا الموقع زابير شنو كيمكنكم ديرو، كيمكن هو يولي واحد جسر ديال الربط ما بين فيسبوك وما بين فيشي اكسل، كاين في الدرايف، متفقين؟ الوغ هو صلة ربط ما بين الاستمارة اللي كاينة في الفيسبوك وما بين واحد الفيشي اكسل كاين في الدرايف، هو اش كيدير من الاخر، المعلومة تحطات عندك في هذاك في الاستمارة ديال فيسبوك، هاد الوسيلة هادي تزابير، هاد السيت هذا، هاد الموقع كيهز المعلومة من فيسبوك وكيمشي يحطها لك في الاكسل ديال الدرايف، جوجل درايف، جد فعال، جد خدام، كنديروها بعض المرات مع الزبائن واخا، باش كيبقى عندهم هو واحد الفيشي اكسل ديما كيتميز اجورا كل خطره شي واحد جا دخل المعلومه، حيت دابا الخايبه في هذا الفورمولير في هذه الاستماره، خاصك مره مره ترجع ليها باش تيليشارجيه عندك باخر المعلومات اللي تحطو فيه، انت كتجي كتشوف هنا واحد تقدر تدوز ساعتين نلقاو خمسه، خاصني ندير تيليشارج، دوز واحد ساعتين اخرى غنرجع غنلقى سعود خاصني تيليشارج، الغد لي غنلقى 13 خاصني تيليشارج، كتبقى تيليشارجي بزاف ديال الخطا. الور في هذا الحل ديال زابير هو بان كدير كتبارامتري واحد السيلا تراب، واحد الجسر ما بين فيسبوك وما بين واحد الفيشي اكسل في جوجل درايف، وكيبقى هاد زابير هذا كيهز اخر مطاح في اللائحه ديال فيسبوك ديك الاستماره، وكيحطها لك في السطر الاخر ديال اكسل،
وكذلك ومثال في كل مرة كيتزاد شي واحد فيسبوك في ديك الاستماره خدام مزيان، حيت ما كتبقاش ديما كتليشارجي، كيوليو عندك المعلومات كاملين في داك الفيشي اكسل، كل مرة كيتزاد واحد كيتحط هو الاخر، كل مرة كيتزاد واحد كيتحط هو داك الاخر. هاد السيت، هاد الموقع، ولا هاد لوتي هذا هو فابور، الا الحاجة الوحيدة اللي هي بالخلاص هاو ما داير لك هنا فري بلان، ولكن الحاجة الوحيدة بالخلاص هي هاد القضية ديال فيسبوك واكسل بالضبط. إذا بغيتي تخدم بها كتخلص واحد $20 في الشهر وكتبقى خدام بها، تقدمو نتوما تستعنو به، ساهل الباراميتراج ديالو. هو اصلا كيعطيك واحد لاسيستون كيعاونك باش تقادو، ها نتوما راه شحال من مرة خدمنا به، من فيسبوك كيصيفطها لك لجوجل، الاكسل اللي كاين في جوجل كيما تشوف كيفاش هو كيديرها، غندوز بالزربة باش نوريكم كيفاش. ولكن راه حتى تبغيو شي نهار الا قدرتو خلصتوه ونوريكم، راه كاينين فيديوهات اخرين في فيسبوك، في عفوا في اليوتيوب، اللي غيوضحوا لكم كيفاش ديروه، وحتى هذا الموقع راه غيوريكم كيفاش ديروه حتى تباراميتريو، ويلا وحلتو مرحبا بكم سولوني وراني معاونكم. انتوما شوز اب اند ايفنت فيسبوك نيو ليد، يعني كل مرة اي واحد جديد جا كتخدم هذه العملية، هذه فيسبوك ليد ادز، فيسبوك ليد اد اكاونت، فهمتي، سيت اب تريجر، الصفحة الفورمولير ديالها، هذه هي الصفحة وهذا هو الفورمولير ديالها، تيست تريجر، كتيستي التريجر ديالك واش خدام ولا ما خدامش، من بعد صافي كونتينيوي، قديت هذا الشيء مزيان، كندوز الاكسل، اكسل كنختار كرييت سبريد شات رو، رو يعني كان خصني نكري سطر، واخا كاين بزاف كرييت، كاين سبريد شات يعني تكري دوكيومون اكسل كله، هنا لا انا كنكري غير سطر في دوكيومون اكسل. الور تشوز انا ايفنت كرييت سبريد شات رو، سي بيان مزيان. كندوزو للمرحله الثانيه تشوز اكونت، يعني ديال جوجل درايف يعني اختاريت، سيت اب ان اكسون، اكشن درايف ديالي سبريد شات سميتو، شنو سميت الفيشي اكسل اللي عندي في جوجل درايف، وها الورك شيت شنو سميتها، صافي كيكونوا لي كولون. خاصك دير واحد العمليه في الفيشي اكسل، نبغي نوريها لكم دابا، نوضحها لكم بعجاله. اكسل طابلو كومباراتيف، شنو نديرو، نوريه لكم دغيا، نتمنى يتحل. لا بغيت ندير جوجل درايف، جوجل درايف، بغيت شي فيشي في جوجل درايف، خاصك دير واحد العملية كتسمى تفيجي السطر الأولاني، كتفيجي السطر الأولاني، أنا نوريكم شنا هي هاد القضية ديال تفيجي السطر الأولاني. السطر الاولاني خاصو يكونوا فيه هاد المعلومات، اي دي، كرييت تايم، بلاتفورم، ايميل، فون نيم، فون نمبر، هاد المعلومات كتبرك هنا، كتسيليكسيون هاد السطر كامل، كتمشي لافيشاج، كتبرك على فيجي اون لين وكتفيجي، يعني كيلصق. واخا نغير نبدل ولا نحيد المعلومة، ديما هاد السطر هذا بهاد المعلومات كيبقاو الفوق، واخا واخا ندير تريي هنا، تخيي كيترياو ليا غير من تحت منه، الا ما كانش فيجي حتى هو غيتتريا. المهم هذه العمليه خاصك ديرها، انا بغيت نديرها لكم في الفيديو باش تبقى وتستعملوها تقضيو بها باش الله يصدق لكم هذا، حتى انا وحلت فيها المره الاولى ما فهمتش كيفاش كدير، وهاد تعلمتها عاد اكتشفت هاد فيجي انا مع هاد الخدمه هادي. صافي كتيستي واش داكشي خدام وكتقول ليه تورن اون زاب، ولكن يقول لي يلا راه مايمكنش. هذا مكان وريتكم كيفاش ديروها، لاش كتصلاح، وكيفاش يمكن لكم تخدموها، وهذه واحد البونوس، اعتبروه بونوس ديال كيفاش تسهلوا على راسكم الخدمه. نتمنى هذا الفيديو تكون لكم بنفع كبير، والناس يستعملوها باش يتحركوا، وبغينا الناس يتحركوا،
سوا اللي بغاوها يتحركوا بيها هما ميت ومصلحتهم، سوا واحد اخرين يتعلموا هاد الطريقه ديال الخدمه ويقدموها ويديروا زبائن باش ينفعوهم حتى هما. يا المهم الله يجيب التيسير لاي واحد، وشكرا للمتتبعين، وسمحوا لي تعطلت باش ندير لكم الفقره الرابعه والاخيره ديال هاد السلسله ديال الفيسبوك، غتكون هي الاخرى. نتمنى نلقى الوقت باش ندير لكم شي حوايج اخرين في نطاق الخدمه بحال هكا، مي سينو راه عندي فيديوهات اخرين في مواضيع اخرين في بزاف ديال الامور بغيت نناقشهم في الصفحه في لاشين، ونتمنى تنال اعجابكم. وبسلام عليكم.